انطلق مشاهدينا الاعزاء قبل قليل الشوط الثالث عشر من اشواط هذا اليوم واشواط هذا الصباح المميز التي حضرت فيها التنافس والنديه في هذا اليوم، وايضا حضرت في اشواط هذا اليوم الاثاره والابداع من هذه الشعارات التي شاركت واتت خصيصا في ثالث ايام هذا المهرجان ويوم اللقايه ومسافه الخمسه كيلومترات، وهذه خلاص المسافه القانونيه والمقرره لهذا السن. ايها الاعزاء، مقدمه الشوط الضبيه تعود ملكيتها الفهد بن حصين النعيمي على مقدمه الشوط، وفي المركز الاول تليها في المركز الثاني جماهير لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. ننتقل الى المركز الثالث ومياسه لسعيد بن راشد بن فالح الشامسي، بينما شعار محمد بن زايد بن خلفان المنصور يراه يتسلل من الجانب الاخر ويتقدم لينتزع المركز الثالث في هذه اللحظات اللي عند محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ننتقل الى المركز الرابع ومن تحتل رابع المراكز هنا الان مياسه لسعيد بن راشد الشامسي، بينما المركز الخامس هنا التقدم من الظبي لحمد بن حسين البريدي، ودخول وتسلل على الظبي من البكره اللي عليها رقم 16 هذه ولا الشاهينيه لسالم بن علي بن حمد الفيده. فرشفيقة وانطلقت المتحدة، انطلقت المتحدة انطلاق ممتاز، يا سلام يا سلام يا سلام، المتحدة 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 على المركز الأول على صدارة الشوط. تركي بن سيف، تركي بن سيف الغنامي العتيبي، يا سلام يا سلام. إذا من المملكة العربية السعودية وأبنائها ينتزعون صدارة الشوط حتى هذه اللحظات، يا سلام. 600 متر 600 متر وتحلق، ولكن أيضا أرى القدوم، الله الله، الناوية قادمة، وشعار خالد بن محمد الكواري تقتحم المراكز وتتقدم بنت الناوي مناوي مناوي خالد بن محمد آل الشيخ الكواري، الله الله. إذا مشاهدينا الأعزاء، وهنا المتحدة ومناوي مناوي 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 والمتحدة وخالد بن محمد الكواري، تركي بن سيف الغنامي، وأيضا مناوي وهل الشحانية قادمين 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 مع مناوي مناوي، الله يا بنت الناوي مناوي 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 مناوي، سلام سلام لخالد بن محمد آل الشيخ الكواري على هذا الفوز. هذا هو الشعار المميز والمعروف دائما ينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا يا خالد، تهانينا على هذا الفوز، يستحق الفوز خالد بن محمد آل الشيخ الكواري المركز الثاني. المركز الثاني بنت الأسد محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، المركز الثالث المركز الثالث المتحدة التركي بن سيف الغنامي العتيبي، المركز الرابع المركز الرابع ومن احتلت المركز الرابع يا عبد الرحمن، المركز الرابع 37 براقة باسم من؟ سالم بن زايد العتيبي على ما يبدو. المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب الدوحة لسعيد بن بطل الزعبي، تهانينا وناموس. هذه مناوي تقطع مسافة الشوط في توقيت زمني ممتاز حقيقة، مناوي فاجأتنا في الوقت الحساس والمناسب، وتكتيكات وأيضا تخطيط خالد بن محمد الكواري. 7 دقائق 42 ثانية 50 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لخالد بن محمد الكواري على فوز مناوي وانتزاعها للشوط لهذا الشوط. المركز الثاني اللي وصلت في ثاني المراكز بنت الأسد وتوقيتها 7 دقائق 43 ثانية 48 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن جعفر بن مرخال اكتبي. المركز الثالث كان من نصيب المتحدة وتوقيتها 7 دقائق 43 65 جزء من الثانية،